انت وقفت ليه هنا يا اسطى؟ بقالنا ساعتين ماشيين على الطريق، اكيد جوعنا وعايزين ناكل. انزل هات لنا اكل. طب ما تقول كده يا عم. السلام عليكم. سعاد وركات. عايز وجبتين. وجبتين ايه؟ فراخ. عايز ربعين يعني؟ ربعين اه. تمام. بكام يا اخي؟ 100 جنيه. 100 جنيه؟ 100 جنيه اه. طب خد. ثانية واحدة يا ريس. ده جاهز على طول على الفحم ها؟ احلى فحم. تسلم لي يا غالي. مفيش معاك فكة؟ لا مش معايا فكة. طب ثواني. اتفضل يا باشا. ماشي يا عم شاورما. نورت. ايوه يا اسطى انت مستعجل ليه كده يا اسطى؟ مستعجل ليه؟ عايزين نمشي يا عم انت شايفنا محملين. يلا دور واطلع يا اسطى. جبت ايه؟ جبت وجبتين فراخ صدر. بكام؟ 200 جنيه يا اسطى. الوجبتين؟ الوجبتين. يعني الواحدة ب 100؟ الواحدة ب 100 جنيه. امال يعني ما فاضش ولا جنيه يا شوقي. ما فاضش ولا باريزة. من 200 جنيه؟ امال ايه؟ هقول لايه لصاحب العربية؟ يقول لي انتوا بتاكلوا فراخ؟ هنعمل ايه؟ ماشي يا شوقي. اتكل على الله. هنعمل بالله. انزل يا سيدي. يا مساء الحال يا رب. ورديتك. تمام ماشي. هتقعد لك بتاع 15 يوم في البيت عبال ما نشوف نقله بقى. 15 يوم يا اسطى؟ 15 يوم في البيت. طب وبعدين يا اسطى؟ ولا قبلين. طب بقول لك ايه يا اسطى؟ هروح المغسله، العربيه هتغسل، لان انا عارف انت ما بتعرفش تسوق. العربيه هتغسل واشحم الصلايب بتاعت الكردان واظبط دنيتي واجركن عربيتي واشوف صاحب العربيه هيعمل معانا ايه. طب هي كده كده هتركز 15 يوم. ما خد لنا صفيحه جاز. صفيحه جاز؟ واحنا من امتى شاوي نبص للحرام؟ والله قاعدين 15 يوم والله بس. العظيم ما يحصل ابدا. انت مفكرني زي الثواني الثانيه ولا ايه؟ روح يا شوقي، روح يا شوقي قبل ما سكر العربيه. ماشي يلا توكل على الله. محمود بس لا لحقتك يا راجل. ازيك يا عم؟ مقفول ليه يا عم؟ انا لسه جاي من الشغل يا عم ناصر وعايز انام. راجل يا عم انا عرفت فلك مقفول غصب عني والله يا ناصر. صلى على النبي. على الصلاه والسلام. في نقله بطيخ عايزك تيجي من اسكندريه. نقله بطيخ؟ اه. طب ما تصبر عليا يا اخي لحد بكره يا اخي. الرزق ما بيستناش. طيب ماشي يا عم ناصر. نتفق ولا انت عارف حق المشوار؟ يا عم لا الاتفاق ما يزعلش. اربع بواكي. وانا مش هقصر معاك. وهم جاهزين. والله انا قلت العربيه يمكن توفلها يمكن 15 يوم. يا اخي ربك ما بيضيعش رزق حد. والله بلفته. طب ودخاني فين؟ دخانك هتاخده وانت بتعتل. لما اجي؟ لما تيجي. المخزن بتاعك؟ المخزن بتاعي. طب ثواني بقى يرن على التباع. يا شوقي استنانا عند العربيه في نقله جت لنا دلوقتي. تنام ايه؟ تنام ايه؟ مفيش نوم. رزق عايز نوم برضه. سلام استنى عند العربيه يا عم. سلام عايز ينام. خلاص ماشي يا معلم نصر. ماشي يا معلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انام ايه بس؟ ده الوليه مستنياني. سوليتي بس. يا شوقي يلا بينا على اسكندريه. معلش يا اسطى. قلت ليه؟ معلش مش هقدر اروح، هجيب محمد ابن اختي. عيل على كيفك وعيل نضيف. بس هو عيل شاكه في نفسه بس شويه. طب وانت مش هتطلع ليه؟ مش هقدر والله يا اسطى. ده انت كنت لسه بتقول لي 15 يوم. والله تعبان يا اسطى. تعبان؟ هو محمد ابن اختك ده بيقدر يشيل ويحط ويعمل؟ لا عيل هيعجبك على كيفك. طب روح رن لي عليه، عمال ما ادور على عربيه سخنه. خلاص ماشي. بسرعه، خليه يجي لي ضروري. حاضر يا راجل. هي دي العربية؟ اه بقول لك ايه؟ ايه يا معلم؟ اتعامل معاه كده بحرفية عشان ده خلقه. بص يا باشا انا جاي. انا بره عني الكلام دوت، انا اطلع عليك. شغل. طب يلا ماشي. اتعرفوا على بعض هنا. السلام عليكم. ازيك يا اسطى؟ النظافة يا محمد. حاضر حاضر. ارفع راسي. حاضر يا خير. اختي ده ولا هو دوت التبع اللي يطلع معايا؟ اه. حاضر يا خير. ازيك يا اسطى؟ بقول لك ايه؟ قول لي يا معلم. طول ما انا سايق ما اسمعش صوتك. حاضر حاضر. انا صامت. لا ترى لا تسمع لا تتكلم. خلاص ماشي. لا تنام. حاضر اهو. خد كده حبيبي انت. تمام. اتفضل. انت عايز قهوه زياده؟ قهوه زياده. تمام.
اتفضل يا باشا. الف انا وشيف. عارف محل الاكل ده؟ اه يا اسطى. هتنزل له قول له عايز نص فرخه كله ربع لوحده. حاضر يا اسطى. نص فرخه كله ربع لوحده ب 200 جنيه. ماشي يا اسطى. بسرعه يا محمد ما تاخرش. اديله يا ريس اللي هو عايزه. اعملوا الاثنين. حاضر. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. عايزين نص فرخه كل ربع لوحده. عينيا الاثنين. حاضر. يا صالح الحال يا رب. اتفضل يا استاذ. ماشي يا خال الف شكر. لا في ثواني خد البيع. بيع ايه هو؟ قال ب 200. لا ب 100. ب 100 ازاي؟ ب 100 نص فرخه. نص فرخه ربعين. تمام. ب 100. تمام. اتفضل ادي 100 يا باشا. ماشي يا ريس. كل ده يا عم بتجيب الاكل. معلش يا اسطى بس. يلا. خد الباقي. باقي ايه؟ مش واخد بالي. باقي الاكل. اداك كام على كده؟ اداك 100 جنيه. وجبت الاكل ده ب 100 جنيه؟ جبته ب 100 اه. انت ايه اللي انت بتقوله ده يا عم؟ اه والله. ده شوقي يمكن يشتري الاكل من المكان ده يمكن المره ال 50. والله هو اللي قال لي ب 100. يعني انت عايز تعرفني؟ طب ثواني كده ما بص على الاكل. بص على الاكل. انا ما اعرفش يمكن هو ولا هو مش هو. هي نفس الوجبه. ما انا مش عارف. شوقي بيجي بالي. يعني شوقي على كده بيسرقني. ما اعرفش. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ امسك ال 100 جنيه دي. اه انا جاي لك. السلام عليكم يا ريس. ازي حضرتك؟ لا اصل حالك. عايزك بس ثانيه واحده. ازيك يا باشا؟ عامل ايه يا ريس؟ الله يبارك. الاكل في حاجه ولا ايه؟ انا بس ليه عندك سؤال صغير. امرني. اشمعنى الاكل المره دي ب 100 جنيه وكل مره انا باخد الاكل منك ب 200 جنيه؟ انت عارفني الاول ولا ما تعرفنيش؟ عارفك بشوفك رايح جاي على الطريق كله. انا كان معايا تبع غير الراجل اللي معايا ده. اه. اسمه شوقي لو تعرفه. ايوه ايوه عارفه شوقي. اشمعنى المره دي اديت الراجل ده الاكل ب 100 جنيه وكل مره تدي لشوقي ب 200 جنيه؟ بص يا ريس، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. على الصلاه والسلام. انا اجي لك على السكه وعلى الدغري عشان الحوار ما يخصنيش. وانا يابا ما اعرفش غير الدغري. الراجل اللي معاك اسمه شوقي جالي. السلام عليكم. السلام عليكم ورجعت. يا ريس. الله يخليك. الله يصلح حالك. محسوبك شوقي. يا اهلا وسهلا. كل يوم على الطريق هنا. حبيبي. عاوز نص فرخه كله ربع لوحده. عينيا الاثنين. حاضر. بقول لك على حاجه. امر. اهم حاجه تبقى صدور، تمام؟ عشان الاسطى بتاعي بياكل الصدور وانا باكل الصدور. ما فيش مشكله. تاني حاجه. اه. عاوز مصلحه بالنص. او كام الربع؟ الربع 50. 50؟ اه يعني النص يعمله 100. 100. اه. ماشي. هتاخد حسابك من 200 جنيه دي. تمام. وانا هاخد 100 جنيه ليا. ولا انت عاوز تقسم معايا في 100 جنيه؟ مش فاهمك معلش. انا شغال على الخط هنا وعاوز اطلع ماشي مصاريفي. انا عارف انت شغال على الخط. عاوز اطلع مصاريفي. يعني انا اقول لحد يعني انا بديها لك بكام؟ 200 يعني؟ يا عم لو صاحب العربيه نزل سالك قول له بديله النص على 200 جنيه. لا يابا انت ماشي حالك. خد ال 100 بتاعتك اهي. انا ماليش فيه. انا هعمل لك الوجبات بتاعتك واديها لك. انت قول له 100 300 1000 ما يخصنيش. ما تنزلوش عندي يا عم. ما تخلوش انزل عندي. طالما ما نزلش عندي انا ماليش فيه. يعني لو جالك هنا هتقول له انا ولا ايه؟ يا عم هو مش هيجي يسالني. خلاص ماشي. موضوعك ماني. ماشي. هات لنا يلا روح. يلا نص نص. ومن يومها ماشي على الحال ده. طب انت يابا انت قابل على نفسك حاجه زي كده؟ انا ما بحطش جنيه في جيبي. طب ماشي يابا. هو بيقول لك يعني لما قال لك انا طلع لي مصلحه. انت ليه ما عرفتنيش حاجه زي كده؟ ليه ما جيتش يا ابو الاسطوات؟ بيحصل 1 2 3 4. انت ما بتنزليش يا اسطى. انا هاجي لك على العربيه بقى وانده عليك وقول لك حصل 1 2. يعني انت شايف كده يابا؟ انا دمي مش مشواري ولا سكتي. انا راجل واقف في مكاني ببيع. انا بعت بزمتين. انا بعت بزمه واحده. هو قال لك بقى 200 قال لك 300. انتوا حرين مع بعض يا اسطى. خلاص يابا انا ليا حساب مع الراجل اللي شغال معايا. والغلطه مش غلطتك. الغلطه غلطتي انا ان انا بدورش ولا ورايا. بس انا كنت مامنه على العربيه والفلوس والعهده زي ما صاحب العربيه مامنني عليها. يابا مفيش حد بيتعامل اليومين دول. بس اقول لك على حاجه قسم بالله ما بدور وراه. لا دور وفتش هتلاقي في حاجات كتير. بقول لك ايه؟ امورنا غالي. اما انزل. طب ما تشرب حاجه. لا عشان انا متاخر بس. اقعد بس اشرب حاجه. عايز حاجه؟ اجيب لك حاجه سفري. طيب. لا شكرا يا باشا. الله يوسع عليك يا اسطى. رعايه الله. انا عايزك ترن لي على خالك ضروري. رنك على خالي؟ ضروري ترن على خالك. هو انا قصرت معاك في حاجه يا اسطى؟ لا ما قصرتش معايا في حاجه، بس انا عايز خالك ضروري. ماشي يا اسطى. بسرعه يا محمد. ترن لي على خالك وتقول له الاسطى محمود عايزك ضروري ومساله حياه او موت. اخا. كده برضه يا شوقي؟
انت لما كنت بتزني في حاجه شوي ما كنتش بصلك. انت فين يا شوقي؟ تعال لعند العربيه دلوقتي ضروري. سلام. ما ترن يا ابني عليه. اهو جه اهو. خير يا معلم؟ الحمد لله على السلامه يا استاذ. الله يسلمك يا معلم. ابن اختك اهو صخصه ليه؟ كنت مفكر ان انت قلقان عليه صح؟ كتر خيرك يا معلم. ولا كنت مفكر ان انا برن عليك عشان اقول لك هو حصل منه حاجه؟ هو مش هينفع يحصل منه حاجه لانه مش هيعرف يعمل حاجه غير اللي انا عايزها وعلى هوايا. تسلم يا محمد. في ايه يا اسطى؟ في ايه طيب؟ انا عايزك تشهد على خيالك. انت عمرك يا ابن الناس شفت مني حاجه وحشه؟ لا. فرح اختك ما وقفتش جنبك؟ اكيد. صاحب العربيه ما وقفش جنبك؟ لا. ليك جمال عليا اكيد انت وصاحب العربيه يعني. انت يا ابني لما بتعيا ولا في حصل لك حاجه احنا بنسيبك؟ لا. طب بتسرقنا ليه؟ سرقتك فين؟ صلي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام. ايوه سرقني. سرقك ازاي؟ انت اتفقت مع بتاع محل الاكل على ايه؟ عليا يا شوقي. طب وليه؟ ال 100 جنيه دي بتعمل لك ايه؟ على الاكل ده ال 100 جنيه دي ما بتكفنيش ليه؟ اللي نفسك فيه بجيبه لك على العربيه. ليه يا شوقي؟ ليه يا شوقي؟ عشان خاطر 100 جنيه؟ هو انت يا ابن الناس لو قلت لي لما قلت لي انا عايز فلوس الجاز قلت لك الكلام ده مش سكتنا لان الكلام ده شمال بديك فلوس بزياده عشان ما تبصش لحاجه. صح معلم. ايه وزفتي؟ راح تتفق مع الراجل تقول له الاكل ده هحسبه على السواق ب 200 جنيه وهو قايل لك الاكل ده اصلا ب 100 جنيه؟ ليه كده يا شوقي؟ معلش يا معلم انا ليه كده يا خال؟ صح شفت خالك؟ ايه يا خال؟ بس صح كل واحد بيتعب. خدت ورديتك يا ابن الناس؟ خدت ورديتك. بتوكل على الله. ولو احتجتني انا معاك برضه في اي حاجه. توكل على الله. السلام عليكم. ليه يا شوقي عملت كده؟ معلش اديني سبب. لا انا عايز اعرف السبب. معلش يا معلم. ال 100 جنيه دي بتعمل بيها ايه؟ غلطه مني. ال 100 جنيه الزياده بتعمل بيها ايه؟ معلش بقى يا معلم غلطه مني يا معلم مش هتتكرر تاني ولو عاوز تطردني وبقى حقك تطردني. لا انا ما بحبش قطع العيش. بس مش هتتكرر مني تاني. لا العربية دي ليها صاحب ولازم صاحبها يعرف. انت بتعمل كده بقالك قد ايه؟ لسه والله اول يومين. لا 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 والله العظيم الصراحة يا شوقي بتعمل. والله العظيم بقالي اول يومين. طيب ماشي. من يوم ما رحنا عند الراجل بتاع الفراخ دوت. لا اتصل على صاحب العربية ونجيبه. طب بلاش صاحب العربية. خلاص بلاش صاحب العربية. تطلع من ورديتك 200 جنيه وتسيبهم في العربية. خلاص ماشي. الوردية الجاية هاخدها. خلاص الوردية الجاية هاخدها. عارف انا لو كنت بعمل معاك كده انا خايف عليك. خايف عليك من عذاب ربنا. حقك عليا يا معلم. الفلوس دي لازم ترجع لاصحابها. كتر خيرك. مش معاك هدفعهم من جيبي واخدهم منك لان انا شغال عند ناس زي ما انت شغال عند الناس. معلش انا مش صاحب عربيه عشان اقول لك مسامحك. حقك يا معلم. وانا والله العظيم غصب عني. من حكم في غير ماله وما ظلم. وانا مش مالي عشان احكم فيه. كنت سالب فلوس ال 200 جنيه ترجع للعربيه. خلاص يابا. حاضر حاضر يا معلم. بعد بكره معانا نقلة بطيخ. حاضر يا معلم. خلاص؟ حاضر يا معلم. يلا خد العربية روح اغسلها. حاضر يا معلم. اوعى تخبطها. حاضر يا معلم.